طبعا بسبب الظروف الأمنية اللي تعرض لها البلد، كلنا كأمهات في الوضع الراهن نخشى على أولادنا من الخروج في فترات معينة من المنزل. يعني أنا بالذات كامرأة عراقية حريصة جدا على أولادي، أحاول جهد الإمكان أن لا يخرج ابني ما بعد الخامسة عصرا. مثلا كلنا نحتاج أدز ابني يجيب حاجة من السوق، يجيب لي حاجة من كم مكان كذا، فأكون حريصة على أن أقول لماما لا تتأخر أكثر من 5 دقائق، لا تتأخر أكثر من 10 دقائق. أبو جنين ما يخلينا أطلع ويا صدقاني ألعب أمشي أشتري، بس هو يقول لي الوضعية مو هالقد تعبانة، أريد أطلع أمشي أريد أحكي يا صدقاني، بس هو يقول لي الوضع الأمني مو شي، يعني كل شي يصير مو هو حقه وأنا حقي، هو حقه كأب وأنا حقي كابن، يعني أريد أطلع أريد أصير مثل الوليد أمشي